كريستيانو رونالدو طبعا في المباراة نجح ان هو يجيب هدفين، لكن اتصاب اصابة بالغة. يمكن زي ما قلت بعض الناس شافت ان هي اصابة ممكن تكون هنا، لكن في منطقة تحت العين، يمكن المنطقة دي بتكون ضعيفة شوية في جسم البني ادم الطبيعي. لكن هنروح طبعا ونشوف بالتفصيل، او هنشوف بالكاميرا المعينة بكاميرا محددة ازاي رونالدو تم اصابته وازاي تمت معالجته. يمكن كان في لقطة، يمكن هي تناولت احداث كل الصفحات السوشيال ميديا، ان رونالدو بعد الحادثه بالظبط على طول، او بعد ما شاف وشه بيجيب دم، بدا ان هو ياخد الموبايل من طبعا من دكتور او من طبيب الفريق عشان يطمن على وشه ويشوف الاصابه البالغه وصل لحد فين. طبعا زي ما حضراتكم شايفين دي الاصابه، وكان في بعض القلق عند جمهور ريال مدريد، بعض القلق من زين الدين زيدان. رونالدو طبعا بعديها على طول، يمكن واحنا مش متعودين ان نشوف رونالدو بيتصاب، او رونالدو مش بيتصاب بالاصابات اللي هي بيطول فيها. رونالدو دايما بيبقى لاعب عنده قوه، لاعب عنده سرعه، لاعب معروف باللياقه البدنيه عاليه جدا، فنادرا لما بنشوف رونالدو متاثر باصابه. فلما نعرف ان رونالدو وقع واتصاب، وان الطبيب او الفريق الطبي نزل لارض الملعب، هنعرف ان هي اصابه بالغه فعلا وتحتاج لتدخل من الفريق الطبي. بعديها يعني دي الكاميرا الزاويه هنا بتبين تدخل يمكن قوي جدا من مدافع فريق ديبورتيفو لا كورونيا، ان هو دخل بشكل قوي مع رونالدو. لكن اللي انا شايفه الايجابي في هنا في الموقف، ان اول حاجه رونالدو احرز هدف من الكوره، وفي نفس الوقت هو حاول وما خافش. يمكن ممكن يكون لاعب تاني يخاف وما يلعبهاش بالدقه اللي احنا شفناها من رونالدو، وما يلعبهاش بنفس القوه. لكن رونالدو مش غريب عليه ان هو يعمل تصرف بطولي زي ده. زي ما حضراتكم شايفين رونالدو كان بيتم معالجته، والمباراه وقفت لاكثر من 3 4 دقائق، وبالتالي رونالدو بيخرج لخارج الملعب. هيخرج طبعا دي اللقطه اللي انا بتكلم فيها مع حضراتكم، وهي ان هو طلب من طبيب الفريق ان هو يشوف اللقطه. لكن هنا مع حضراتكم ونشوف ازاي رونالدو تم معالجته من داخل غرف ملابس فريق ريال مدريد. لسه مكملين مع ريال مدريد، ونتكلم ونقول زيدان.